ازاي نتواصل مع بعض اولا، وازاي ندعم صناعة السينما الأفريقية والعربية ثانيا. أجندة مهرجانات عربية وأفريقية موضوع عليه علشان كنوع تنسيقي، إنه إزاي أفلام تشارك يبقى متاح، وإنه تبرمج أفلام تتاح فرص كافية يعني لأفلام تشارك في مهرجانات مختلفة. عمل شبكة تربط المهرجانات العربية والأفريقية مع، وذلك دعما للصناعة وتسهيلا للتواصل وتبادل المعلومات. فإزاي نعمل ده؟ تم اقتراح عمل ويب سايت تشارك فيه كل المهرجانات، ويبقى نوع من الترويج لهذه المهرجانات، وإنه يتاح لصناع الأفلام في العالم العربي والأفريقي معرفة كافة تفاصيل المهرجانات الأخرى في الويب سايت ده، إنه الويب سايت بيحوي أجندة المهرجانات. والأستاذ نجيب بيقول أهمية إن إحنا ننسق مواعيد المهرجانات كلها مع بعضها علشان كأمر تنظيمي لمشاركة الأفلام وصناعها في هذه المهرجانات، وللتنسيق بين المهرجانات في برضو برمجة الأفلام المختلفة. تنمية الجمهور، إنه استفادة من التجارب المختلفة في تنمية الجمهور، وبالذات أنا عن نفسي كمهرجان الأقصر بستفيد من تجربة تونس في نوادي السينما والجمهور الضخم اللي حصل له تنمية النهاردة بيتابع مهرجان. فكرة إنشاء صندوق لأنه في تجارب سابقة في هذا الموضوع، وفي قوانين ولوائح لم تنجح كفكرة حتى في تحقيقها بالشكل الممكن، في ظل اختلاف قدرات كل مهرجان، في ظل اختلاف القوانين من بلد لبلد، في ظل يعني استفادتنا من تجارب سابقة. ده حاجه مستغربش منها.